كانوا سنن الحبيب المصطفى حتى غدا الشر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الحمد لله الذي أنزل على عابده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها. الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون. الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. الحمد لله الذي أورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أول بلا ابتداء آخر بلا انتهاء لا يفنى ولا يبيد ولا يكون إلا ما يريد لا تدركه الأوهام ولا تبلغه الأفهام ولا يشبه الأنام. وأشهد أن سيد الأولين والآخرين وسيد ولد آدم أجمعين وسيد من مضى ومن بقي هو نبينا المصطفى محمد عليه من الله أفضل الصلاة وأزكى التسليم. وارض اللهم عن العشرة المبشرين الصديق والفاروق وذو النورين وأبي تراب وطلحة والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن وأبي عبيدة وأهل بدر والحديبية والشجرة وسائر الصحب أجمعين وارحم العلماء والتابعين والصالحين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ومرحبا بكم جميعا وطبتم وطاب مجلسكم. وأسأل الله عز وجل أن يجعل تلك اللحظات وتلك الجلسات وتلك الكلمات لي ولكم في صحيفة الحسنات تنفعنا عند الممات ويثبتنا الله بها على الصراط حتى يدخلنا بها رياض الجنات تحت نبينا محمد عليه من الله أفضل الصلاة وأزكى السلامات. أما بعد فما زلنا مع أصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل صحيح الإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ومع الحديث الذي ابتدأناه في الحلقة الماضية الذي رواه بسنده المتصل لأبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا كما أمركم. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى ها هنا التقوى ها هنا التقوى ها هنا. وأشار صلى الله عليه وسلم إلى صدره بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام دمه وعرضه وماله. وبدأنا في الحلقة الماضية نتكلم على شيء من الحسد وأنه مذموم وأن الله عز وجل ذكر سورة في القرآن بالاستعاذة منه فقال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. وتكلمت عن معناها بفضل الله عز وجل بإيجاز وأن الإنسان ليس له أن يحسد وإن الحسد متولد عن الغضب والغضب يتولد عنه الحقد والحقد يتولد عنه الحسد. وهذا أمر مذموم لأنه اعتراض على أقدار الله عز وجل. فالله فضل بعض الناس على بعض ففضل فخلق الأيام وفضل عليها يوم الجمعة وخلق الليالي وفضل عليها ليلة القدر وخلق الشهور وفضل عليها شهر رمضان وخلق الساعات وفضل عليها ساعة السحر وكذلك ساعة الإجابة يوم الجمعة وخلق الناس وفضل عليهم العرب وخلق العرب وفضل عليهم الأنبياء وخلق الأنبياء وفضل عليهم نبينا صلى الله عليه وسلم وأنزل الكتب وفضل القرآن. فليس لأحد أن يعترض على تفضيل الله عز وجل. قال الله عز وجل تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات
وأتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس إلى آخر الآية الكريمة. فليس للإنسان أن يحسد أو أن يحقد أو أن يعترض على أقدار الله عز وجل، إنما وجب على الإنسان أن يسلم لله عز وجل وأن يعلم أن عنده نعما كثيرة. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح في السنن: انظروا إلى من هو دونكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فإنه أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. الإنسان وجب عليه أن ينظر إلى الأقل لا ينظر إلى الأعلى حتى يشعر بالنعمة، لأن كل إنسان فوقه إنسان وكل إنسان تحته إنسان، فإذا نظر إلى من فوقه استحقر نعمة الله عز وجل، لكن إذا نظر إلى من دونه شعر بنعمة الله عز وجل. كل إنسان تحته إنسان، حتى لو أن إنسانا أقل الناس في ماله أو في جماله أو في منصبه يكفيه أنه مسلم فقد فضله الله عز وجل بالإسلام. ففي الحديث الذي عند مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجنة، فيصبغ في الجنة صبغة ثم يقال: يا عبد، هل مر بك بؤس قط؟ هل رأيت شدة قط؟ يقول: لا والله يا رب، ما مر بي بؤس قط ولا رأيت شدة قط. ويؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار، فيصبغ في النار صبغة ثم يقال: يا عبد، هل رأيت نعيما قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ يقول: لا والله يا رب، ما مر بي نعيم قط. فلذلك مما وجب عليه أن ننتبه إليه وجوبا أكيدا أن الإسلام فضله الله على الأديان، وأن نبينا صلى الله عليه وسلم هو سيد العالمين بنص كلام نبينا صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، وأنا أول من تنشق عنه الأرض فيطرق باب الجنة فيفتح الله عز وجل فيدخلنيها ومعي فقراء المؤمنين ولا فخر، وأنا أول شافع وأول مشفع ولا فخر، وأنا وفي رواية أخرى عند الترمذي حسنة وهذه صحيحة: أنا أول الناس خروجا إذا بعثوا، وأنا خطيبهم إذا وفدوا، وأنا مبشرهم إذا أيسوا، لواء الحمد يومئذ بيدي، كل الناس آدم فمن سواه تحت لوائي، وأنا أكرم الناس على ربي عز وجل ولا فخر. هذه حقائق. فلذلك ليس لنا ولا لغيرنا أن يقلل من هذا الشأن أو يتعرض لنبينا صلى الله عليه وسلم بنقصان، فهذا مما يثير حفيظتنا، فليس لنا أن نتعرض لذلك أبدا ولا لغيرنا. الدنيا واسعة، فمن أراد أن يتكلم، ومن أراد أن يمزح، ومن أراد أن يضحك فليبتعد عن الإسلام ونبي الإسلام عليه من الله أفضل الصلاة وأزكى السلام. يا إخواننا، يا أهل بلدنا، ويا أهل جلدتنا، ويا أيها الناس عموما، إن الإسلام له حرمة، وإن نبينا صلى الله عليه وسلم له حرمة، فليس لأحد أن يتعرض لديننا بأذى ولا استهزاء، وليس لأحد أن يتعرض لنبينا صلى الله عليه وسلم باستهزاء أو بازدراء أو بديننا بالازدراء، ويقول إنه فن أو إنه إبداع أو إنه إنها مزاحة. لا، الأمر واسع، ليس معنى ذلك كما يقول البعض. نحن ليسوا أوصياء على الدين، فإنهم يتكلمون بكلام قد لا يعرفون معناه أو ليس في محله. يقول: وأنتم أوصياء على الدين، نحن نمزح كيف شئنا ونهزأ كيف شئنا ونزدري كيف شئنا، وأنتم لستم أوصياء على الدين، إنما أنتم متأسلمين. نحن متأسلمون، نحن غير متأسلمين، نحن أوصياء غير أوصياء. المهم أن ديننا لا يحل لأحد أن يقربه بهزل، لابد أن يعلم الناس كلهم ذلك، ليس لأحد، لأننا مسلمون. فإذا لم يدافع أحد عن ديننا فمن يدافع عن ديننا؟ هل نأتي بالمبدعين والفنانين يدافعون عن ديننا؟ لا يا إخواننا، لأن الناس كلهم غاضبوا لما تعرض للعقاب بعض الفنانين الذي هو اشتهر
بازدراء دين الله عز وجل وبازدراء المسلمين وبازدراء الإسلام. كل الناس هاجت مع أن هذا الأمر أمر خطير عندنا في الدين، ويقولون أننا أوصياء على الدين أو أننا متأسلمين. قل ما شئت، في حقنا نحن نتسامح، إن سببتنا نحن جهلة، نحن مرتزقة، نحن فوضويون، المهم أنه ليس لأحد أن يتعرض لديننا ولا لنبينا صلى الله عليه وسلم بازدراء ولا بالاستهزاء ولا بضحك. الأدلة عندنا تقول ذلك. ولو أنت تدعي أنك مسلم، لأن بعضهم يقول إحنا مسلمين خمس نجوم وهو مسلم ثلاث نجوم، فلذلك إحنا نستهزئ به. لا، أنت لو مسلم حتى نجم واحد لابد أن تغضب لكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ولنبيه صلى الله عليه وسلم. أنت لو كنت فعلا نجوم ونجم واحد في الإسلام وإحنا خمس نجوم تغضب. إن الإنسان منا إذا سب أباه أو استهزئ بأبيه حتى لو كان أبوه أعرج أو أحول أو شحات فإنه يغضب لأبيه، فما بالك بسيد العالمين، ما بالك بسيد العالمين. والأدلة عندنا في الدين تأمرنا بألا نتنازل عن ذلك مهما قيل، ليس لنا أن نتنازل عن ذلك، وإلا فبطن الأرض أولى لنا من ظهرها. لو تنازلنا عن الاستهزاء بديننا أو بنبينا صلى الله عليه وسلم، قل ما شئت، اسب فينا ما شئت، المهم لن نتنازل أبدا، لن نتنازل أبدا. ولذلك يقولون إن هذا الرجل ضحى كثيرا اللي هو عين ألف، وكان محطوط في قائمة الاغتيالات، قائمة الاغتيالات لأن المسلمون غاروا على دينهم، فإن القضاء هذا الذي أكرمه الله عز وجل، حفظهم الله عز وجل الذين حكموا عليه بتلك العقوبة، إنما نجوهم من الاغتيالات ومن تطاول الشباب عليه، فهم يبينون للشباب أن هناك قضاء نزيه يغضب للحق، يغضب للحق ويحكم بالحق، ولذلك حكم عليه بتلك العقوبة البسيطة لينبه وينبه غيره أنه ليس لأحد أن يزدري أي دين كان، أي دين كان، سواء الإسلام أو غير الإسلام، ليس لأحد أن يزدري أي دين كان. لكن عندنا في ديننا الأدلة تدل على ذلك، وأن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه كان يغضب لدين الله عز وجل. قال له رجل: إني أستشفع بك على الله وأستشفع بالله عليك. فقال صلى الله عليه وسلم: ويحك ويحك، أتدري من الله؟ إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه، الله فوق عرشه وعرشه فوق سماواته، إلى آخر الحديث الشريف. فصحح النبي صلى الله عليه وسلم للرجل قوله: أستشفع بالله عليك، لا، أستشفع بك على الله نعم، لكن أستشفع بالله عليك لا، يعني أتوسط بالله لك لا. فصحح له الكلمة. ولما قال له رجل: توكلت على الله وعليك، قال: قل توكلت على الله وحده. ولما قال ألفاظ كثيرة كانت، لما قيل: أنت سيدنا، كما في حديث عبد الله بن الشخير رضي الله عنه الذي رواه أبو داود بسند صحيح، يقول: كنا في وفد بني عامر فانطلقنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: أنت سيدنا، فقال: السيد الله تبارك وتعالى. فقلنا: وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا، فقال صلى الله عليه وسلم: قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان. فصحح لهم مع أنهم كانوا يمدحونه، وكان من الممكن أن يقبل ذلك لأنه فعلا سيدنا صلى الله عليه وسلم وسيد العالمين، ولكن لم يرد هذا الكلام، فقال: السيد الله تبارك وتعالى، السيد الله تبارك وتعالى. ثم قال لهم بعد ذلك: قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان. وكان الناس في عرس في حديث آخر، فقالت بعض النساء وهي تغني، فقالت: وفينا نبي يعلم ما في غد، فقال صلى الله عليه وسلم: لا يعلم ما في غد إلا الله. صحح لها الكلام. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ على حرمة الشرع الشريف، وكان لا يسكت لذلك. ولما تطاول عليه بعض اليهود وهو كعب بن الأشرف لعنه الله، أخذ يتطاول على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الأحاديث في صحيح البخاري، أقولها لكثير من الناس الذين يكتبون الآن في الجرائد ويعيبون على من رفع القضية ضد عين ألف الذي هو اشتهر بازدراء الإسلام، وغضبوا وقالوا: هذا فن وهذا إبداع وهذا تطاول على الفن وتطاول الإبداع. يا إخواننا يا أهل العقل، الإبداع كثير، هل من الإبداع أن نهزأ بالإسلام؟ هل من الإبداع أن نهزأ بسيد الأنام عليه من الله أفضل الصلاة والسلام؟ لا والله، ولا نسكت على ذلك، وإن سكت غيرنا لا يسكت بقية الناس. أمر خطير، أمر خطير، إلا رسول الله، إلا الإسلام ورسول الإسلام عليه من الله أفضل الصلاة والسلام. الفن واسع،
افعل ما شئت. نحن سكتنا على بلاء كثير، لكن عندما يتعرض أحد الإسلام ويهزأ ولا نقول ما قاله، فأفلامه ومسرحياته مشهورة بذلك، وكل غاضب يقول المتأسلمون مسلمون خمس نجوم بيكفرون مثل هذه الأمور. أنت لما تتعرض للإسلام؟ لو تعرض أحد لأبيك أو أمك ألا تغضب؟ الإنسان الطفل يغضب لأبيه لأمه لو سب أبوه وأمه أو هزئ بأبيه وأمه، فما بالك بسيد ولد آدم. الله 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 يا إخواننا، أين الحق؟ أين العدل؟ أين كلمة الإنصاف؟ أين الأقلام؟ أين الأقلام التي ترضي الله عز وجل؟ وما من كاتب إلا سيفنى ويبقى الدهر ما كتبت يداه، فلا تكتب بخطك غير شيء يسرك في القيامة أن تراه. أقلام، كل غضبان على المحامي جزاه الله خيرا حفظه الله الذي رفع القضية، وعلى القاضي الذي حكم بالقضية، ويريدون أن يلغوا هذا الحكم. أما كنتم تقولون لنا من قبل إن حكم القضاء لا ينقض، إن القوانين ليس لنا أن نعترض عليها؟ ها هي القوانين، أنصفت دين الله عز وجل. لما الاعتراض هذا؟ كل الفنانين يعترضون على ذلك وغيرهم بأسلوب رهيب، مع أننا أصحاب حق. الفن واسع، ليس لك أن تتعرض للإسلام ولا بهمزة. قال الله عز وجل: ويل لكل همزة اللمزة، الهمزة اللمزة، الهمزة واللمزة يحاسب عليها العبد يوم القيامة. لو همز بدين الله عز وجل، ولو لمز بدين الله عز وجل، لو همز. قال الله: ويل، أي واد في جهنم، لمن يهمز أو يلمز بالحق. ويل لكل همزة اللمزة. كان بعض الناس يجلسون أيام النبي صلى الله عليه وسلم اثنان منافقون، وهذا الحديث قلته لكم من قبل، اثنان منافقون ورجل مؤمن، وأخذوا يسخرون بالصحابة ويقولون: ما رأينا قوما أشبع بطونا ولا أكبن عند اللقاء من هؤلاء القراء، يعني أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بتوع أكل وشرب ووقت الجهاد يفروا بس كده. ونزل جبريل على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما سمع صلى الله عليه وسلم الآية قال: أدرك القوم قد احترقوا. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. أهلا يا شيخ. أهلا، شكرا على البرنامج ده. شكرا لله. نحن يقوى إيماننا بالأشياء دي، شغل كنا ناسيين شخصية الإسلام بتاعنا وروح القرآن كما قلنا غير على الإسلام وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. جزاك الله خير. كيف ما هكذا يا شيخ، شغل يقوى لي الإيمان عندي. الصوت بس يعلي الصوت شوية. ما تسمع فيه يا شيخ؟ أيوة الصوت. فهمتني ولا لا يا شيخ؟ نعم. ألو؟ أيوة. قلت لك بارك الله فيك في البرنامج ده يا شيخ. آمين، جزاك الله شكرا. خير. الله يكرمك. والله نحن نقتدي بكم، يعني ندي قدوة لأنفسنا والأهالينا. جزاك الله خير. فنبينا صلى الله عليه وسلم قال: أدرك القوم قد احترقوا. قالوا إيه؟ قالوا إيه؟ فجاء بهم وهم يمسكون، والنبي صلى الله عليه وسلم على الناقة، وأرجلهم تضرب الحجارة تدمى، والنبي ونزل قول الله عز وجل: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، يعني بنهزر بنضحك بنغني يا أخي بنعمل مسرحية، إيه المشكلة؟ لأ لأ، الدين خط أحمر، معلش ما تزعلش مننا، مش إرهاب ولا تطرف، ولا والله دي حقيقة. أبوك وأمك اللي بيزعل عليه، أبوك وأمك دي معروفة عند بالفطرة كده، أي إنسان يتسب أبوه وأمه يغضب، فبالك بنبينا عليه الصلاة والسلام؟ لا، تقول لي يا أخي بنهزر نضحك، فن فن فن، الإنسان يقل أدبه على 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 الإسلام ويقول فن؟ لا، شوف الصحابة شو هنا بيقولوا إيه؟ والله يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب. فلا يزيد النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يقول الآية اللي نزلت بقى سورة براءة: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله، يعني بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. لو سمحت يا شيخ انا عاوز اتكلم. الصوت بس علي الصوت شويه. حاضر. بالنسبه لموضوع الاخوه اللي في العباسيه. بالنسبه لايه؟ الاخوه اللي في العباسيه. ايوه، يعني الناس بتقول هم متضررين، ان الناس اهل العباسيه متضررين من اعتصامهم. متضررين، يذبحوهم ذبح، يعني دي حاجه ما شفناهاش غير في سوريا بين الشعب والسنه. يعني سبحان الله، يعني معقول يكون وصل الموضوع في مصر لكده ان هم يمسكوهم يذبحوهم؟ ما فيش رجل رشيد يقول لهم لا ما ينفعش كده؟ وفي حاجه تانية يا شيخ، اما المشايخ تخاذلوا وبعدوا عنهم، ليه ما لهمش اللي انتوا فيه صح او غلط؟
كل اللي كانوا بالتصريحات اللي كانوا بيقولوها انتوا متحمسين لشخص معين، وهم والله ما كانوش كده، كانوا الاول كده. احنا طبعا ما شفناهمش رفعوا صوره واحده للشخص ده او قالوا كلمه على الشخص ده، هم كانوا بيقولوا نصر شريعه الله، تطبيق شرع الله بس مش اكتر. وبعدين لما الشرطه نزلت ليه عملوا حاجز بين الاثنين؟ حاجز ايه؟ ما يمسكوا اللي ضربوا، يمسكوا اللي واقفين بيرجموا عليهم طوب برضه والشرطه واقفه. بعد كده بعد كام يوم يقولوا مش لاقيين القاتل، ما هو القاتل واقف قدامكم امسكوه، مش تعملوا فاصل؟ احنا مش عايزين الفاصل ده، احنا عايزين تمسكوا وتذبحوا اخواتنا، واحنا اكتر ناس عارفين مين الاخوه اللي ماتوا، ايه اخلاقهم؟ ولا نزكي على الله احد ونحسبهم شهداء ان شاء الله. هم مين؟ ومين الارامل؟ مين اللي اترملت؟ ومين اللي يتيتموا؟ احنا طبعا عارفين هم مين بالظبط. حسبنا الله ونعم الوكيل في اللي بيحصل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام ورحمه الله وبركاته. ربنا يفرج الكرب وينجي مصر من الفتن، وينجينا يا رب ويعافينا من الفتن ويصلح الحال ويحق الحق ويبطل الباطل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي. وعليكم السلام وبركاته. ايه يا شيخ، دلوقتي احنا ارتضينا باللي احنا هننتخبه اللي بعض المشايخ قالوا عليه، سواء الاستاذ محمد مرسي او ابو الفتوح، ده او ده. دلوقتي احنا شايفين على شريط الجزيره ان هم هيحولوا محمد مرسي وابو الفتوح للنيابه، ومعاهم موسى. يعني هم دلوقتي عايزين يسحبوا كل الاسلاميين من عندنا، واحنا نقعد كده من غير ما المشايخ تتكلم ولا اي حاجه؟ الو. ايوه مع حضرتك اهو. سامعك. طيب يعني ايه اللي احنا نعمله؟ يعني ارتدينا باول بنستردنا بالظلم في الاول، وهنرضى بالظلم تاني؟ يعني مين اللي ننتخبه دلوقتي؟ احمد شفيق هو ده اللي عايزين يعملوه؟ والمشايخ هتفضل ساكته كده واحنا ساكتين؟ جزاكم الله خير. السلام عليكم. اللهم فارج الكرب يا رب، اللهم هيئ لمصر امر رشد يعز فيه اهل طاعتك ويذل فيه اهل معصيتك. ف نسأل الله أن يفرج الكرب. هو هذه برضو نبوءة من نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم، الذي قال يعني ما معنى الرواية: لا تأمرن بالمعروف ولا تنهون عن المنكر، أو تلبسنكم فتنة تدع الحليم منكم حيران. فأصبح الحلماء الآن حيارى. نسأل الله الفرج، لن يحلها إلا الله عز وجل. قال تعالى: أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة. فنسأل الله أن يكشف تلك الغمة وأن يفرج الكرب كلها بإذن الله عز وجل. فالسلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. من بعد إذن حضرتك، طبعا إحنا درسنا على إيد حضراتكم بأن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يعني يراجعنا النبي صلى الله عليه وسلم في يعني كلامه وفي قراراته وكده، وكان الصحابة يعني بينتقدوا سيدنا عمر والخلفاء. فاحنا كلمة بكل أدب لمشايخنا، خاصة علماء قناة الرحمة، لأن النهاردة في الإعادة فوجئت بأن في برنامج كان امبارح سمعته النهاردة مستضيفين لواء مساعد وزير الداخلية، والله كلامه كله كذب، بان اللي موجودين في العباسيه اتباع حزم ابو اسماعيل، وان الحكم القضائي بيجرى غلط، وحتى الاخ المذيع ما كلفش نفسه يجرى الحكم، الحكم بيقول ان هو ما في السجلات، بيان ما في السجلات. فالسائد من هنا يا ريت قناه الحكمه على راسها الاستاذ شيخنا الفاضل محمد حسان والاستاذ ملهم العسوي، بالله عليك، وخاصه بالله عليك انا بطلبك تقرا كلام ملهم العسوي في جريده الرحمه، اللي قال كلام ما يتقالش على حد ما ابو اسماعيل، ما يتقالش في روزر يوسف. فمن بعد جزاك الله خيرا. الكلام مسموع وكلامك وصل، ونسال الله. معلش انا يعني أسأل الله الفرج، لا أستطيع إلا أن أقول أسأل الله أن يفرج الكرب وأن يكشف الغمة. والنبي عليه الصلاة والسلام تكلم عن الفتن وقال: ستكون فتن القائم فيها خير من الساعي، والجالس فيها خير من القائم، والنائم فيها خير من القاعد، من استشرف لا تستشرفه. فنسأل الله عز وجل أن يفرج الكرب وأن يكشف الغمة، وأن يجعلنا دائما مع الحق وعلى الحياد بإذن الله عز وجل. فلما نزل قول الله عز وجل ذهبوا للنبي عليه السلام وقالوا: يا رسول الله، والله إنما كنا نخوض ونلعب، إنما كنا نخوض ونلعب.
فلا يزيد النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يقول: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. لا تعتذروا، قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. انظروا الكلام، بيقولوا احنا كنا بنهزر، الآية نزلت كده. خلي بالك الآية على بعضها، ولا لك الآية على بعضها الله يكرمك أخي المشاهد وأختي المشاهدة، اسمعوا معايا الآية على بعضها. قال الله عز وجل: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. دي الآية على بعضها. فالتانيين لما سمعوا، أما نزلت الآية الكريمة على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرسل إليهم وقال: أدرك القوم قد احترقوا، عملوا إيه؟ قالوا إيه؟ فجم فوجدوا النبي عليه السلام على الناقة، فأخذوا يمسكون بزمام الناقة. والله يا رسول الله إنما كنا ونخوض ونلعب، ولا يزيد النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يقول قول الله عز وجل: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نعفو عن طائفة منكم. عفى عن الرجل المؤمن الذي سكت، لكن دخل معهم الأول. ليه؟ لأنه ضحك، بس قعد معهم يضحك، زي ما واحد يقول لك يعمل لك مسرحية بيهزأ بالإسلام وانت تضحك، دي كده يعتبر مشترك، لأن الضحك بتشجع المتكلم إن هو يزداد هزء. مشترك. فعشان كده إيه؟ قال: إن نعفو عن طائفة، احتاج لعفو عشان سكت بس، وراح يتحايل على النبي عليه الصلاة وقال: يا رسول الله والله إنما تخلف بي اسمي، كان اسمه مش اسم حسن، تخلف بي اسمي فعفى عنه نبينا صلى الله عليه وسلم. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، بتستهزئوا بالله وآيات الله ورسول الله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا، ما تعتذرش. شفت الأمر؟ احنا غصب عننا، ما تزعلش. اما واحد مننا يغضب دي حاجه لازم فطري، لو ما غضبناش نبقى منافقين. من اللي يقول لي المتأسلمين انت واصي على الاسلام، واصي مش واصي، امال انا اسيب الاسلام ليك تاكله؟ لا، اي انسان مسلم من حقه يدافع عن دينه. خلاص الدين بقى دين الانسان، دمه دينك، دينك لحمك دمك، دين الانسان دمه. خلاص من حق انسان الطفل الصغير يدافع عن دينه قدام استاذه او ابلطه اللي تيجي تهزم الدين، يقول: لا يا استاذ، لا يا استاذ، ما يصحش كده. كلمة بس، لازم الإنسان يقول كلمة، لازم يقول كلمة، حتى الخائف يقول كلمة، يقول للمتكلم اتق الله، أو على الأقل يقعد مكشر لو خايف يتكلم، لأن ربنا عز وجل قال على المنافقين: فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. تقعدوش معاهم، تبقوا زيهم، امر كبير. عشان بيقول لي انتوا اوصياء على الاسلام، عايز هو يبرطع ويشتم ويهزأ ويقول واحنا نقعد ساكتين وماليش دعوه، انا مش واصي على الاسلام. لا، واصي على الاسلام، لا اله الا الله، ديني يا اخي، ديني ده. احنا مكان ده، اي مش الاسلام بس، اي كلمه حق الانسان يقولها ولو بالتلميح، ولو بسكوته عن الباطل، بسكوته عن الباطل معناها ان هو مش وافق، لكن يجري معاه يحشر معاه. شوف ربنا بيقول ايه في سوره الانعام: فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. سورة النساء: إنكم إذا مثلهم، لو قعدتوا معاهم وجريتوا معاهم في الكلام، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. سورة النساء مع بعض يعني حتى القعدة. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ألو، اتفضل. أنا شيخ عبد الله. الحمد لله. كيفك يا شيخ؟ والله بس كنت عايز اقدم لك شكر يعني بانكم اتفضلتوا يعني وجبتوا موضوع الحلقه دي، جزاك الله خير، اللي هو عن سجن الفنان اللي انتوا بتقولوا له عين الف. ايوه. ويا ريت ربنا يقويكم ان شاء الله وتسجنوا بقيه الاخوه اللي هم بيستهزئوا بالدين ان شاء الله. جزاك الله خير. وعايز اقول كمان كلمه بس،
الو اه اتفضل يا اخي سامعك. اه عايز اقول كلمه بس يعني لاهل السعوديه وشعبها وحكومتها ان شاء الله. ربنا يهديهم علينا يا رب. امين يا رب. لا يعني بس هم حبسوا الشيخ خالد الراشد لانه قال كلمه حق. لا حول ولا قوه الا بالله. اثناء ما حبسوا الو ايوه سامعك. اثناء ما سبوا يعني الدنماركيين سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام هم حبسوه، فاحنا بنقول ان احنا عندنا القضاء انزه واحسن من بلاد ثانيه كتير. الحمد لله يعني. ربنا يحفظهم وربنا يحفظنا ويحفظ مصر ويحفظك ان شاء الله. ويحفظك يا اخي، جزاك الله خير. يلا سلام. ما شاء الله. السلام عليكم. شعور طيب والله، ما شاء الله ما شاء الله، جزاك الله خير. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام استاذ احمد، اتفضل. فال شوف الامر يا اخي، اصلك زعلانين مننا قوي، الصحافه زعلانه على عادل امام قوي، وكان الدنيا يعني حكمنا على شيخ الازهر بعقوبه. لا ده من بقاله سنين ببرطع في الدين، ما عندوش مصلحه، حتى اللي جاب قال مصلحته الناجحه هي بيسترد الدين على طول على طول، حاجه تضيق الصدر فعلا، وزعلانين قوي. بعدين دي حاجه تخفف عليهم الايام، لان لسه حساب يوم الايام، فاللي ياخد جزء من عقوبته في الدنيا بيخف عليهم الايام، فدي حاجه بسيطه. ايه ده، في ناس دخل عشان لا اله الا الله، يعني ده اتعذبوا كتير عشان لا اله الا الله، ما عملوش حاجه في حسناتهم ان شاء الله، فما بالك بقى يعني الامر. لا امر الا الدين، الا الدين، افتح ما شئت، اتريق يا اخي على اي حاجه عندك، الكوره عندك اتريق علينا، ما احنا بنستحمل، لكن تتعرض لله عز وجل او نبيه صلى الله عليه وسلم او دين الله عز وجل ويقعد يتريق وشكلتك امك ويطرحكوا في المسرحيه عشان عارف النبي كلمه دي كلمه النبي عليه الصلاه والسلام. لا لا والله لا. وبعدين نخاف عليك من شباب متحمس لدينه يعني يأذيك اذى اكثر من كده. انت ده حتى هم كاتبين كان في قائمه الاغتيالات، عارف كان ليه؟ لان كان على طول استهزاء، على طول استهزاء، يطلع ويلبس جلابيه قصيره ويبدا يتريق والناس تضحك ومثلا لا 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 لا. شوف هنا بيقول ايه؟ قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا لا تعتذروا. شوف ربنا عز وجل ذاته اللي يحب العذر ويحب التوبة، قال لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم عفونا عن الرجل المؤمن، بس عشان كان قاعد معهم وضحك، ده بس عشان اعتذر عافينا عنه لأن كان يروح معهم في الرجلين، نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين، سماهم مجرمين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخي. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. الشيخ الله يحفظك، اللي امس اللي انقتلوا 42 ودلوقتي بيتكلموا بيقول لك ده 9 اتكفلوا في ميدان العباسيه شهداء ان شاء الله، ما تزعلش. كان بيتكلم امبارح الشيخ خالد كان مستضيف واحد طبيب بيقول له اتقتل 42 في المقبره اللي حصلت امبارح يا شيخ، ربنا يفرج الكرب يا رب. فكيف يعني يقولوا ان انقتلوا 9 وهم 42 والجرحى اكثر من حوالي 200 شخص؟ اللهم فرج، اللهم اكشف الغمه يا رب، اللهم ارحمهم. يعني يرضي مين يا شيخ الله يحفظك؟ معلش ربنا يفرج الكرب. والشرطه حامية البلطجية والمجلس العسكري حامي البلطجية يا شيخ. معلش ربنا يفرج الكرب، والله ربنا هيفرج ان شاء الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي يا شيخ. اتفضلي. ايوه لو سمحت يا شيخ، هو احنا هنفضل لغايه امتى كده وعيالنا ومدارسهم وكده؟ يعني عيالنا داخلين على امتحانات ومدارسهم بعيده. معلش معلش فتنه وهتروح ان شاء الله. ويعني كل اللي رايح واللي جاي يسيب وينعل في الشيخ حازم، مش حرام عليهم ان هم بيعملوا فيه ده؟ معلش ربنا يفرج ان شاء الله. يا رب يصلح لهم حالهم، اللي هو ذنبه ايه يعني في اللي بيحصل يعني؟ معلش ربنا يصلح حال الجميع يا رب ويرفع الكرب غمه من غمه يا رب. يا رب يا شيخ بالله عليك يا شيخ تقول كلمه كده للمسلمين كده ان هم ما يبطلوا يشتموا فيه، حرام كفايه اللي هو فيه والظلم اللي هو فيه والله. ربنا يفرج الغمه ويكشف الغمه يا رب. يا رب يفك كربه يا رب وينصره يا رب على الاعداء يا رب ويصلح حال بلدنا يا رب. امين. عشان عيالنا يخشوا امتحاناتهم والله يا شيخ، ما عارفين عيالنا هيمتحنوا ازاي في الايام اللي احنا فيها دي والله. ربنا يرزقنا رجل مسلم صالح عادل رحيم يعوض مصر واهلها ما فات يا رب يا شيخ، من يا رب ينصرنا يا رب يا رب. ده احنا اكن احنا عايشين في سوريا والله يا شيخ. انت والله في سوريا؟ احنا عايشين في حزن. يعني احنا في حزن كده والله، في حزن. معلش ربنا يفرج ان شاء الله. يا رب يا شيخ يا رب يا رب ينصر الاسلام يا شيخ يا رب ان شاء الله ان شاء الله. ماشي سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله، جزاك الله خير. ف معلش يعني انا بس حبيت. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا عم الشيخ؟ الحمد لله.
ان شاء الله تشرفنا بكره في ميدان التحرير في في ميدان عمر مكرم. دي الحاله انا هتكلم في خمس نقط بسرعه. يعني النقطه الاولانيه، اول حاجه اللي يهم مصر دلوقتي ويهم سيادتك طبعا ويهمنا كلنا، تطبيق الشريعه الاسلاميه، دي رقم واحد. رقم اتنين، موضوع المسلمات المحتجزات في الكنائس اللي هم اللي اسلموا، دي مهمه جدا جدا، ما حدش بيسال عنهم خالص. رقم ثلاثة، موضوع الضباط الملتحين مش لاقيين حد يقف معاهم واتطردوا من الوظيفة بتاعتهم وما بياخدوش مرتب دلوقتي وحالتهم تعبانة، فهم لهم جلسات يوم 6/5 ويوم 23. الموضوع الأخراني، موضوع العباسية، الناس ديت لما يموت 50 واحد ويتعور حوالي 250، وبعدين في إخوة، اتنين إخوة من المجاهدين كانوا رايحين يركبوا المترو، صلوا الفجر رايحين يركبوا المترو، دبحوهم اتنين من البحيرة. في حاجة تانية كمان، واحد ماشي رايح يصلي الفجر ملوش دعوة بأي حاجة، ملوش دعوة بالاعتصام ولا بأي حاجة، ما رايح يصلي الفجر من العباسية ولا تبع المبلطجية ولا تبع أي حاجة، رايح يصلي الفجر مسكوه موتوه، أبوه راح يجيبه من المستشفى ضرب أبوه. الحاجة التانية كمان، أنا بقول للعساكر بتاع العساكر بتاع الداخلية وبتاع الشرطة العسكرية، يا جماعة أنتم إخواتنا وإحنا إخواتكم، أنتم مسلمين زينا، احنا عاوزين تطبيق شريعه اسلاميه، مصر اسلاميه وانتم مسلمين واحنا مسلمين. طب اسالك سؤال يا اخي. ايوه انا ايوه اسالك سؤال واحد. انا تحت امر. الاخوه سابوا ليه التحرير وراحوا العباسيه؟ عشان مو عشان الماده 28 وعشان بيلعبوا بينا يا عم الشيخ. طب ما قعدوش في التحرير ليه؟ بيلعبوا وزاره الدفاع ليه؟ المجلس العسكري بيلعب بينا ليه؟ روحوا عند وزاره الدفاع الله يكرمك. الشيخ حسن ابو الاشبال قال، وهو افضل واحد يتكلم في الحق، قال ان يجب نروح نقبض على اعضاء المجلس العسكري ده. ليه كده؟ الناس دي يتقبض عليهم؟ طب انت مش مجرمين، انت رضيت كده؟ انا يرضيني؟ لا ما اقصدش. طب ما التحرير موجود يا اخي الله يكرمك. يا طب التحرير، طب ماشي، افرض انا رحت عملت اعتصام يعني موتيني يا عم الشيخ، يعني افرض انا عملت اعتصام، مش في اعتصام ولا في شيء؟ مش القانون محلل ليه الاعتصام؟ ماشي في التحرير، ايه اللي وديك العباسيه؟ يعني واضح يا عم الشيخ، اللي بيموت مننا هو من المسلمين. احنا مالناش حاجه، احنا معاك في الاعتصام بس في التحرير. طيب ماشي، هو يعني ما هما اللي بلوا الغلط. ماشي بس الله يكرمك، معلش يعني. ما هو بيلعبوا. انا بحترم كلامك، انت راجل فاضل، انا بحبك في الله. طيب الله يخليك. بس اسمع كلامي بس، جاوبني على سؤالي، ليه نسيب التحرير وروح العباسيه؟ طيب سيادتك، يعني انت سيادتك هتيجي من جامع عمر مكرم بكره؟ ربنا يسهل ان شاء الله. طيب عمان انا مستنيك برضه عشان اعرفك على الاخوه هناك وان شاء الله تقعد. يعني ما حدش يضربني بالنار هناك ويموتني اخد شهاده، يعني لو رحت اخد شهاده يا عم الشيخ استشهد. انا لو استشهد انا راضي. ميدان عمر مكرم الاخوه المتحين والناس المحترمين والناس المثقفه في ميدان عمر مكرم ان شاء الله. ان شاء الله انا مستني سيادتك، ربنا يرزقنا شهادة في سبيل ان شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي يا امه الله. بارك الله فيك يا شيخ. امين. والله العظيم اقسم بالله يا شيخ، عايشين اسوأ الايام في مصر دلوقتي. معلش احنا ولا بنعرف نطلع ولا بنعرف ندخل، والناس البلطجيه واخده راحتها معانا على الاخر. يعني لو عديت من جنب حد كده واحده ولا واحد، لان ما اكثرهم والله العظيم في البلد. ربنا يصدهم ان شاء الله. اهانات ويا شيخ اعتداء حتى في الانابيب، ويطلعوا يشلقوا في الشارع ويزعقوا فينا، وعاملهم والله لا يعلم بها الا الله عز وجل. ربنا يصدهم. عندنا امتحانات، يعني احنا طلاب ثانويه عامه عندنا امتحانات، والله لا عارفين نذاكر ولا عارفين نعمل اي حاجه. ربنا يصدهم ان شاء الله. مفيش شرطه في البلد، احنا هنا في اسيوط مفيش شرطه في البلد. السلام عليكم. يسحب عليك وممكن واحد ماشي في الشارع يتضرب، واحده تتشتم، اي حاجه بتحصل، والله اظن في حد في الشرطه في البلد خالص. نسال الله ان يكشف الغمه يا رب. قول له الاهل. نسال الله ان يكشف الغمه. وعلى فكره يا شيخ، في حاجه مهمه برضو عندنا هنا في اسيوط، انت عارف الصعيد وكده، اقسم بالله السلاح اكثر من الناس اللي في البلد. كل ما حد يكلم حد بيطلع عليه بالسلاح وبالآلي، و24 ساعه ضرب نار في الجو. معلش، ربنا يفرج الكربه باذن الله. جزاك الله خيرا يا شيخ عربي على كده، ونعتذر لاحبابنا المشاهدين والمشاهدات، وان شاء الله نكمل الاسئله في الحلقات القادمه ان شاء الله. اما بالنسبه لتكمله موضوعنا، فاحببت بس ان اقول لاخواني وأقول لأهل بلدنا من الفنانين والمبدعين كما يقولون، أنه المجال أمامك مفسوح، وابعد عن الدين خير لك، وإن لم تبتعد أنت حر، بس ستجد ما لا يحمد عقباه في آخرتك ودنياك. أديك شفت في الآخرة ربنا عز وجل المتكلم ذاته يقول: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم
إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. هذه بالنسبة للآية، شوف ربنا بيقول إيه، لا تعتذروا لا تعتذروا. والأمر أما في الدنيا فأديك شايف ناس كثيرون ممن يغيرون على دينهم يبذلون فيه الدماء والغالي والنفيس، وهم يعلمون أن كل من قتل فهو في سبيل الله عز وجل، ومن خرج من بيته فهو شهيد، قال الله عز وجل: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي في السنن في خمس أشياء: من قتل دون مالي فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون عرضه فهو شهيد، ومن قتل دون مظلمة فهو شهيد. فكل من تحرك لله عز وجل بنية صالحة ولم يرجع إلى بيته فإنه يكون شهيدا، لكن أعلى مراتب الشهادة التي هي في ساحة القتال أمام الكفار. فلذلك لا ينبغي الإنسان يتحرك إلا بنية، وينبغي الإنسان أن يحاسب نفسه على الكلمة، على الكلمة، فإن الكلمة خطيرة. وفي أخت أيضا كتبت في جريدة الأخبار اسمها مديحة تقول: مات نمتلك قوة القوة لتطهير كتب الصحاح. كلمة كبيرة جدا، هذا أمر خطير. تطهري كتب الصحاح، تطهري كتب الصحاح، تعترضي على البخاري ومسلم، تقول ليه أنتم معظمينهم، ده ديننا، ده ديننا. يعني الذي يتجرأ على الصحيحين إما له ثلاثة أحوال، له ثلاثة أحوال: إما أن يكون جاهلاً ما يعرفش مين الصحيحين، ما يعرفش إيه الصحيحين، إيه البخاري ومسلم وإيه الأحاديث الصحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإما أن يكون غير مسلم ده شهلة، وإما أن يكون مجنوناً عشان يتجرأ بكل سهولة على الصحيحين. وبتعيب على عالم من علماء الأزهر أنهم عرضوا علي هذا الأمر وقالوا عايزين نطهر كتب الصحاح، تقول فوجه صواريخ أرض جو لكل من يطالب بتنقية كتب الصحاح. طب ما طبعا انت تحسبي الازهر عشان شفتي واحد او اثنين او ثلاثه بيفتوكي بما يعجبك وبما على هواك تظنين ان علماء الازهر كلهم كذلك؟ لا والله، الازهر فيه ابطال، ابطال حراس للعقيده، يعني يحملون على اكتافهم صواريخ توجه الى كل من يعتدي على دين الله عز وجل. تقول احنا عندنا على الدين؟ ايوه، عشان نقول نطهر الصحيحين، الصحيحين اصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل، ده دين. تقول بيقولوا ان في نسخ في القران وربنا عز وجل لا ينسخ لانه كان عالم الغيب. اذا كان ربنا ذكر يا اختي الفاضله، اذا ربنا ذكر النسخ في القران قال: ما ننسخ من ايه او ننسها ناتي بخير منها او مثلها الم تعلم ان الله على كل شيء قدير. ما هو المشكله انت بتتكلمي وما تبلكيش باع في الدين، دي المشكله، ان اي واحد يتكلم في الدين ما بقاش عارفه، متهالهم الدين ده سهل، اي واحد يقرا كتاب يتكلم في الدين. لا، الامر كبير. ربنا يقول: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. وفي حديث في صحيح البخاري ومسند أحمد وغيره أن حرام رضي الله عنه خال أنس بن مالك ذهب في قبيلة القراء ليدعو الناس إلى الله عز وجل، فأومأوا فقتلوه، فقال: اللهم بلغ عنا نبيك، فنزل قول الله عز وجل: بلغوا عنا قومنا أن قد لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا، مكتوب كده في الحديث، فنزل قول الله عز وجل: بلغوا عنا قومنا أن قد لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا، بلغوا عنا قومنا أن قد لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا. مش موجودة دي آية في القرآن الآن، مش موجود، ربنا نزل أحسن منه لأنه هو اللي وعد. وقال: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثله ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير، جاء بخير منه أو مثله. قال: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين إلى آخر الآيات الكريمات. ما تعرفيش انت الكلام ده طبعا، عشان كده بتزعلان أو تقول إزاي يقولوا في نسخ في القرآن، ربنا نزاق وكتير عندنا. طب ما كان في قول الله عز وجل: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجمهما البتة جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم، نسخها وبقي حكمها. تقول إزاي؟ لا، مش موجودة خالص، ده موجود في السنة، موجود في السنة. تقول لا احنا عايزين القرآن من نشعب السنة، أيوه دخلنا بقى، دخلنا في شغل الخوارج بقى، ده شغل خوارج، دخلنا في شغل الخوارج، مش عايزين السنة. قال كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: يوشك أن يكون رجل
شبعان على أريكته، يعني في آخر الزمان رجل شبعان قعد على الأريكة متكئ يقول حدثونا بكتاب الله، فما وجدنا في كتاب الله أحللناه وما وجدنا في كتاب الله حرمناه. قال صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، يعني ربنا اداني القرآن واداني السنة. وهيجي في آخر الزمان واحد كده يقول حدثونا بكتاب الله، هذه الأخت جاية تقول كده، لا 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 ما تزعليش مننا، لازم نرد عليكي، هنقول لك شكرا. وبعدين الراجل اللي هو دافع من الأزهر ده اللي دافع وزي علت منه ما جبتيش اسمه ليه؟ لنقبل يمينه وجبينه، جايب اسم واحد من منكر السنة بتقول ألف كتاب، يعني تقري كتاب منكر السنة وتسيب كتاب أهل السنة؟ لا، الأمر كبير، الأمر كبير، الأمر كبير جدا جدا. عارف السنة تغص حلوق ناس زعلهم قوي، لأن السنة هي الكارحة للقرآن، هي المفسرة للقرآن. انت مش عايز السنه عشان هي السنه اللي تقول لك ايه؟ طب ما انت مش حتى قران تاخدي القران، انت القران بيقول لك وقرنا في بيوتكن بتاخديه، تقول لا 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 مش المعنى كده، القران بيقول ولا تبرجنا تبرج الجاهليه الاولى بتاخديه وبتستتري، القران بيقول يدين عليهن من جلابيبهن بتاخدي بالقران، لا عايزه قران ولا عايزه سنه، ومش عاجب كمان السنه يقول لي كمان ايه متى تمتلك القوه، لا والله لن تاتي قوه تخفي احاديث النبي عليه الصلاه والسلام، بتقول متى نمتلك القوه، يعني دول مدافعوا عنها جامد عايزين قوه تلغيها، لا والله ابدا. ربنا قال عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. تقول لي ده قرآن، أيوة القرآن الذكر، لكن ربنا قال للنبي عليه الصلاة والسلام: وأنزلنا إليك الذكر لتبين، لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فالله عز وجل يحفظ المبين والمبين، السنة محفوظة والقرآن محفوظ، عشان تيجي واحدة زي حضرتك عشان صدروكي، عشان عارفين الرجال احنا بنهجم عليهم جامد، فجابوا امرأة بقى عشان الناس زي ما اللطيفة مع المرأة بتتكلم، انت في حاجة كبيرة عليك قوي، والله كبيرة عليك جدا، كبيرة عليك جدا جدا، ده الكلام نفسه يدل انت ما عندكش فكرة خالص. اللي يتكلم في الامور دي يكون دارس، حتى على الاقل حتى اللي عايز يغمس في السنة يكون دارسها عشان يعرف خباياها، يعرف خباياها، يعرف النقطة الضعف اللي عندنا ايه. لكن انت مش دارسة خالص خالص، انت بتقول ما فيش نسخ في القرآن وما تعرفتيش حتى الآية دي، ما فيش. اللي لازم يتهاجم السنة يكون دارس، زي الطالب اللي بيغش لازم يكون مذاكر، عايز يغش كويس يكون مذاكر. اما الطالب اللي بيغش مش مذاكر يتكشف على طول في التصحيح، الاستاذ يعرف، وكل اول ما يمسك الورقه كده الورده غشاش، لان ما عندوش فكره. فانت ما عندكيش فكره خالص خالص، بتتكلم على حاجات خطيره جدا. متى نمتلك القوه لتطهير كتب الصح؟ ان الذي يحافظ على كتب الصح هو الله عز وجل. ان نحن نزلنا الذكر وانزلنا اليك الذكر لتبين، وامر الله نبيه صلى الله عليه وسلم ان يبين، فحفظ الله المبين والمبين. السنه محفوظه لاخر ليوم القيامه، ليوم القيامة. أما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما رواه الستة: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق منصورين، لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي وعد الله وهم على ذلك. قال البخاري وعلي بن المديني وأحمد بن حنبل هم أهل الحديث. لليوم القيامة الطائفة المنصورة، ليوم القيامة مش هتضيع الحكاية دي، فابعدي أحسن، هتاخدي كلام كتير وأخاف عليك من تهور المتهورين، وغير ربنا سبحانه وتعالى يخفي ذكر دايما اللي يتعرض للكتاب والسنة تلاقيه خفى ذكره. هاتيلي الناس اللي هاجمت كتير السنة أين ذهبوا؟ لا في الدنيا لهم ذكر ولا في الآخرة لهم ذكر. أمر خطير خطير جدا. بتقول ونغلق بابا تهب منه ريح الشك، أنت اللي شكة، المؤمن لا يشك. قال تعالى: في قلوبهم مرض، يعني المنافقين مرض يعني شك، احنا ما نشكش، احنا كأننا والله كأننا نرى الله ونرى نبيه صلى الله عليه وسلم، لان الحديث يزود الايمان. لكن اللي بعيد هيشك طبعا، مش عاجبه السنه كل حاجه بتقيدها، كل بيمينك، ما تاكلش بشمالك، ادخل الحمام بشمالك، ما تصافحش المراه الاجنبيه، ما تسمعش الموسيقى، ما تاكلش الربا، غض بصرك، استتري عند الخروج، ما تسافرش من غير محرم. تقييد، هم عايزين ينطلقوا زي الاجانب، عايزين ينطلقوا. لا، الاسلام لا، الاسلام دين تقييد لاوامر رب العالمين، نمشي على الطريق، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. لازم الإسلام ديننا كده، ديننا استسلام تقييد بطريق مستقيم، عشان في الآخرة كما قال ابن القيم رحمه الله: من حبس نفسه في الدنيا على طاعة الملك عز وجل فك نفسه عند الموت إلى رحاب لا انتهاء له. لازم نحبس نفسنا في الدنيا على الطاعة، نقول سمعنا وأطعنا. قال تعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه
فأولئك هم الفائزون. لازم الأمر دي لازم عايزة صبر، عايزة صبر. دينا كده زي ما قال الإمام الطحاوي رحمه الله في كتابه العقيدة الطحاوية: ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام. مش هتثبت قدم الإسلام للمسلم إلا يسلم، يسلم تسليم واستسلام. قال الله لبيك، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا الله ورسوله يحكم بينهم يقول سمعنا وأطعنا. من عصبة إيه دي؟ إيه دي؟ إيه دي؟ ونبدأ يعرف بيقول إيه دي؟ ده بيقول دي تشدد، دي تطرف، دي تزمد. وجات الأخت جزاها الله، جات الأخت عايزة تلغي بقى ده كله. قول متى نمتلك القوة لتطهير كتب الصحاح؟ طهيرها من إيه؟ طهيرها من الحق، كلها صحيحة بإجماع العلماء، أجمعت الأمة عليها بالقبول، الأمة، الأمة كلها. يقول الإمام البخاري رحمه الله: رأيت في المنام أن أذب، أني أذب الذبابة عن وجه النبي صلى الله عليه وسلم، فأولها أنك تذب الكذب عن حديثه. الأمة كلها أجمعت أن كل كتاب ده صحيح، 7563 حديث كلهم صحاح، وفي مسلم كذلك 7000 وكسر برضو كلهم صحاح، وبقية الكتب الستة فيها صحيح كثيرة، ومسند أحمد فيه صحيح كثير، والبزار وأبو يعلى والطبراني وكل دي كتب صحيحة كثيرة. طالما صح السند خلاص، عندنا صح السند. حتى كانوا يقولون: إذا أردت أن ترفع الستار فترى النبي صلى الله عليه وسلم فعليك بمالك عن نافع عن ابن عمر. ونكمل الكلام إن شاء الله في حلقات قادمة، سائلين الله عز وجل أن يرفع عن بلدنا البلاء. اللهم ارفع عن بلدنا البلاء، اللهم ارزقنا برجل مسلم عادل صالح رحيم تفرج به عنا يا رب العالمين. اللهم ضاقت صدورنا وزاد كربنا، اللهم أنت أرحم الراحمين، وأنت أرحم الراحمين. فك عنا ما نحن فيه، وفك عن بلدنا وعن ديننا، وارحم إخواننا واجعلهم شهداء في سبيلك يا رب العالمين، وارزقنا بحكومة صالحة رحيمة يا رب العالمين، وولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا. اللهم ارفع عنا البلاء، اللهم من أرادنا وبلادنا وديننا بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا وديننا وبلادنا بسوء فاقسم ظهره، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره. اللهم لا تقم للظالمين قائمة، اللهم أقم للصالحين قائمة إلى يوم أن إلى يوم الدين يا رب العالمين. اللهم ارفع البلاء عن إخواننا في سوريا وعنا في مصر رب العالمين، وعن كل المسلمين في كل مكان. اللهم اغفر لنا الذنوب التي تحل النقم، واغفر لنا الذنوب التي تغير النعم، واغفر لنا الذنوب التي تورث الندم، واغفر لنا الذنوب التي تحبس القسم، واغفر لنا الذنوب التي تهتك العصم، واغفر لنا الذنوب التي تنزل البلاء، واغفر لنا الذنوب التي تعجل الفناء، واغفر لنا الذنوب التي تدل الأعداء، واغفر لنا الذنوب التي تقطع الرجاء، واغفر لنا الذنوب التي تمنع غيث السماء، واغفر لنا الذنوب التي تكشف الغطاء، واغفر لنا ذنوب تظلم الهواء. ونختم بالصلاة على نبي ختام الأنبياء والمرسلين وعطرته الكرام وآل بيته وأرضاهم وأرض التابعين إلى يوم يقوم الناس فيه على ساق لرب العالمين. تم الكلام وربنا المحمود وله المكارم والعلا والجود، وعلى النبي محمد صلواته ما غرد خمري وأورق عود. اللهم صل وسلم وبارك على الرحمة المهداة والنعمة المزداة نبينا محمد بن عبد الله النبي المصطفى والرسول المجتبى والحبيب المرتضى، وعلى آله وصحبه مصابيح الهدى وبدور الدجى والتابعين وتابعين بإحسان يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا على حسن سماعكم ومتابعتكم، وإلى لقاء قادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهل الحديث حباهم ربهم صبرا أهل